انا عايز اعلق شويه على مساله استقاله الاستاذ هاني شاكر. استاذ هاني شاكر لو حضرتك تتذكر قبل كده كان عنده موقف شديد الوضوح، مش من نوعية موسيقى ولا من نوعية أغاني، خد بالك، اللي هو اللون بتاع المهرجانات وما إلى ذلك. وأنا أتذكر أنه موقفه كان واضحا بقدر أن احنا اتصلنا بيه على التليفون وفي هذا البرنامج برضو في التاسعة، وقال أنا مش ضد لا الأغاني ولا الغنى ولا الموسيقى، ولا أنا بحارب نوع من الموسيقى، أنا بتكلم على أخلاقيات، وأنا بتكلم على منطوق داخل الأغاني، ولا يمكن أبدا طول ما أنا نقيب أسمح بأنه يتقال ألفاظ أو مصطلحات أو إيماءات أو إشارات فيها خدش للحياء أو فيها خدش للأعراف والتقاليد والأخلاق المصرية. حلو؟ طيب، وده كان الموقف الواضح الواضح بجلاء مع حفظ الألقاب بقى لهاني شاكر. طيب، عدت شهور وبعدين هاني شاكر وجد التزاما من البعض فأصدر تصريحا للبعض. هنا بقى السؤال، هل موقفه في الحتة دي معناها انه تناقض مع موقفه القديم؟ لا، لانه كان واضح قالك انا لا ضد فلان ولا علان، ولا ضد الغنوة دي، ولا قصدي ضد الاغاني دي، ولا ضد الالحان دي، ولا الموسيقى دي، ولا اللون، انا بتكلم على الاخلاق وعدم خدش الحياء وعدم خدش التقاليد المصرية العظيمة. فلما لقى ان البعض التزم اداله التصريح، نجد برضو هجوم شرس، يعني هجوم شرس في الأول على هاني عشان يقول يا جماعة أنا آسف جدا لن أسمح بهذا الشكل من هدم الأخلاق المصرية. ولما يلاقي الناس بدأت تلتزم فالملتزمين الملتزمين بس ياخدوا التصريح برضو يتهاجم، فيصل إلى أن الرجل يعلن استقالته على الهواء مباشرة. أنا أجي أقول إيه أنا هنا بقى كمواطن؟ طب أنا معلش أنا استأذن بقى، أنا كمواطن وأنا كمذيع وأنا كراجل عضو في مجلس نواب ووكيلا عن لجنة الثقافة والآثار والإعلام، وكيل النقابة بتاعت الأستاذ هاني والنقابة عند الأستاذ الدكتور أشرف زكي وما إلى ذلك، هي بشكل ما جزء من عملي في لجنة الثقافة كوكيل ليها وجزء من عملي كنائب، فأنا بالصفات التلاتة نائب ومذيع ومواطن غلبان اقول له لا يا فندم ارجع عن الاستقاله. طبعا مش بس كده، انا اجريت مجموعه من الاتصالات التليفونيه امبارح اليوم بطوله مع اكتر من مطرب وفنان، ومش بس مطربين وملحنين وموزعين وموسيقيين وعازفين، حتى مع ممثلين ومع مؤلفين وكتاب سيناريو بل ومنتجين. الكل متضايق جدا من استقالة هاني شاكر، والكل يدعم جدا هاني شاكر بأنه يجب أن يعود مرة تانية لمجلس النقابة باعتباره نقيبا. أنا امبارح آخر حاجة عملتها بالليل، إن أنا وأنا ما قلتش الكلام ده امبارح وأنا على الهوا، بعت له أنا كلمته ما ردش، وأنا متفهم جدا إنه ما ردش، وبعت له قلت له أرجوك ارجع، مفيش كلام من ده، احنا مكملين المشوار. هاني شاكر راجل فنان كبير وراجل طالما اثرى حياتنا الموسيقية والفنية بفن شديد الرقي، وراجل طول الوقت بيحترم نفسه وبيحترم الفن وبيحترم الفنانين، وعليه هو لازم يرجع. يعني لازم كلنا في صيحة رجل واحد او صيحة سيدة واحد او صيحة كل الناس، لازم ارجع يا هاني، اعملوا هاشتاج والله العظيم ما بهزر، ارجع يا هاني. طبعا مع حفظ اللقب والتقدير الكبير جدا لشخصه ولصفته ولفنه ولتاريخه، هو لازم يرجع. وانا شجع الفنانين ان هم يدعموا عودة هاني شاكر مرة تانية كنقيبا لهذه النقابة الكبيرة والعريقة، حفاظا على مكتسبات النقابة، حفاظا على الفن المصري، حفاظا على الموسيقى المصرية، حفاظا على الأخلاق، ودي حاجة مهمة. فاصل ونكمل الكلام.
شكرا.